للتفوق الرياضي ومجريات الشوط الثاني من نصف نهائي بطولة الكأس الدولية أكاديمية محمد السادس. ريال مدريد محطة أولى، مرحلة أولى كانت بتعادل، واضح بأن الشوط الثاني تقريبا بنفس الأسلوب للمرحلة الأولى من هذه المباراة. بعينية مدريدية وكرة في المرمى نعم لنادي الريال عن طريق البديل ماريو مارتين. ماريو يسجل لريال مدريد، كرة كاتية كانت جميلة، تحسس الخطر أبناء الأكاديمية فأحسوا بالضرر بكرة مميزة من جانب المتألق مارتين. ماريو مارتين يسجل الآن بعد استقبال هدف. هل تتغير الأمور؟ هل يخرج أبناء أكاديمية محمد السادس لمجابة ومقاومة الفريق المدريدي، أم أن الأمور ستستمر على ما هي عليه؟ القادمون من خلف أمان بدقة بإتقان وضع في شباك وليد وأعلن عن الهدف الأول في هذه الأمور. ليست مختلفة بالشكل الكبير، كرة من جديد في الجهة اليمنى، عرضية طويلة ووليد حاسبي في المكان المناسب. أسامة اليعقوبي يستعد للدخول. أذكر بأنه في غياب مؤثر، محمد جازول اللي حصل على بطاقة حمراء يغيب اليوم ويخلو دي ماريو مارتين. مغربية جميلة يحصل على الكرة، يبحث عن التسديد فيها ركلة جزاء. حكم المباراة لم يعلن عن أي شيء، حكم المهاجم يقوم من أجل التأكيد. هذه الإعادة هكذا جاءت عملية الاستلام، لا وجود لركلة جزاء أعتقد، لأن المدافع اتجه للكرة لمس الكرة، وبالتالي أعتقد بأنه حتى الكباتن في الاستوديو ممكن عملية دفع قد تكون حاضرة من جانب مانويل سيرانو، لكن المدافع اللي تدخل في اللقطة الأخيرة يعني في هذه الدقائق القادمة بالذات. مجددا في الجهة اليسرى انطلاقة، فرصة للتحضير من على الخط، هل يعرض عرضية طويلة؟ أين هي الرأسية؟ في الشباك، الله على هدف مغربي، الله على أشبال الأطلال. لا أمان للاستسلام، لا أمان للاستسلام، من أروع ما يكون بأجمل الفنون. شوف ارتقى وكأنه توين، ارتقى تجوز أبراج الدار البيضاء ليضع كرة في مرمى غيليرمو ألونسو. القادمون من الخلف، البديل صلاح الدين شيفاني. شيفاني شافها في المرمى، شيفاني رأى في الشباك، شيفاني ناظرها في المرمى، وضع في شباكك يا غيليرمو ألونسو. غاب عمر صادق وحضر صلاح الدين شيفاني، مريرة وعرضية جاءت براسية لتاتي بهدف حذاري بطاقة حمراء مباشرة. تدخل قوي جدا من جانب اللاعب ياسين الخليفي. فيها بطاقة حمراء. الحكم يتدخل من أجل أن يحتوي الأمور. يبدو مشحو. لا 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 لا، غير مقبول، غير مقبول، غير معقول أبدا. يا قوي جدا في وجهك، لأنه فعلا التدخل قوي جدا وغير مقبول من ياسين الخليفي، لأنه ممكن أن يتسبب شردية الميدان. تنتهي المواجهة، نعم التعادل الإيجابي. بعيد ليعادل الأمور ويكمل المواجهة إلى سيناريو ركلات الترجيح. هل تكون مغربية أم تكون مدريدية؟ بعد دقائق من الآن أعود بالاستوديو للزميل سعود غانم. سعود تفضل وضيفيك. شكرا لك زميلي سعود غانم، الشكر موصول لضيفيك الفاضلين. اكيد هي لحظات حاسمه، هي دقائق، نقع هدف في اخر اللحظات. ممكن دينيا نفسيا الافضليه لابناء اكاديميه محمد السادس لانهم عادوا من بعيد. واضح جدا الصوره، واضحه بالنسبه لهؤلاء الاشبال يريدون الوصول الى الفاينل. لانتقالات التوفيق وغياب التوفيق من جانب هذه المباراه. الان الركله الترجيحيه الاولى لمصلحه نادي ريال مدريد. الأول تصدى للعديد من الكرات، أول لمسة من نيكولاس مارتينيز حامل عرين. وليد حاسبي في حديث مع حكم المواجهة في قوانين جديدة، في حديث أيضا مع غيليرمو ألونسو. القوانين الجديدة ينبغي أن تبقي قدما واحدة على الأقل على الخط قبل عملية التنفيذ. لا، عدنا الثقة الكبيرة جدا في وليد حاسبي في تأهل عربي مغربي من هذه المباراة. نيكولاس مارتينيز في التنفيذ، وليد حاسبي في التصدي. هل نتابع الهدف الأول؟ وليد ونيكولاس، نيكولاس ووليد، رقم 10 نيكولاس. هل تكون في الشباك وليد حاسبي؟
القوانين الجديدة أيضا تشير إلى أنه لا يحق لك أن تلمس العارضة ولا القائمين. يا وليد حاسبي وليد ونيكولاس، نيكولاس ووليد حاسبي، هل نتابع الوصول الأول من أول ركلة؟ نيكولاس مارتينيز، نيكولاس يضع في المرمى، نعم يضع في المرمى، لاعب مميز رقم 10 في هذه المباراة. كرة مميزة ذهبت يعني أرضية زاحفة تسكن مرمى وليد. 1-0 داليا لياب، هو المايسترو حسن كبوب صاحب اللمسات الجميلة. حسن كبوب ضربة تقدم بتقدم، هدف بهدف يا حسن كبوب وكيليرمو ألونسو. حسن كبوب وكيليرمو، مواجهة مغربية إسبانيا. حسن كبوب، حسن كبوب يضيع، حسن يضيع، حسن كيليرمو ألونسو يتصدى الأولى المغربية. ألونسو في المتابعة اختار قوية، لكن كيليرمو كان له كلام آخر يتصدى الأولى. معليش معليش يا حسن كبوب، لا زالت الركلات في بدايتها، قلت وحوار حارسي المرمى لأن اللاعب قد يسجل وقد لا يفعل، لكن الحارس لو يكون في يومه لو يتحاسب في المرمى. هل تكون بعيد عن الشباك يا وليد؟ هل تتصدى لها يا وليد وتعيد الأشبال الأطلسية في المرمى؟ في المرمى يضع في الشباك ويسجل ثاني أهداف نادي الريم مقابل تضيع كرة مغربية وضع في سقف المرمى في الزاوية البعيدة عن الحارس وليد حاسبي اللي كان في المتابعة، لكن الكرة كانت أعلى من اللازم تأتي به. هدف ثاني لنادي فياني من عادهم في المباراة. صلاح الدين السفياني وغليرمو، صلاح الدين يسجل، يضيع يضيع صلاح الدين في العارضة، الحكم سيأمر بإعادة تنفيذ. نعم الحكم سيأمر بإعادة تنفيذ، هذه المرة أنت محظوظ يا صلاح الدين. شيفا ألونسو هذه الإعادة، تقدم تقدم بقدمين، هذا مرفوض في التعديلات. تقدم الحارس غليرمو ألونسو. صلاح الدين عندك فرصة لتسجل في هذه اللحظات، هل يغير الاتجاه؟ صلاح الدين يسجل، نعم يغير الاتجاه، هذه المرة يسجل، هذه المرة يدون ويقلل. كراتك يا وليد حاسبي، إن لم تتصدى لها وليد حتى وإن سجل الأشبال لن المباراة، هل يعادل الأمور في توقيت حساس في توقيت صعب؟ اللاعبون على مستوى الدكة، الرسميون يعيشون أيضا على أعصابهم، الجمهور أيضا يعيش لحظات صعبة. دافيد خيمينيز رقم 2، هي مباراة الفاينل، هي مباراة الوصول إلى النهائي. ديفيد خيمينيز ووليد مدافع يا وليد، هو مدافع يا وليد، حاسبي في المرمى، حاسبي في المرمى، يضع في الشباك يسجل ديفيد خيمينيز. تسديدية جدا، واضح جدا، مركزة صعبة صعبة على وليد، يسجل من خلالها الهدف الثالث لنادي ريال مدريد. هي 5 تسديدات وتنتهي المرحلة الأولى حتى اللحظة 3-1. من قدم شوط أول مميز وقدم مباراة محترمة في مواجهة غليرمو، مباريات الإقصائية. آخر راس يونس، آخر راس يونس، آخر راس يسجل، نعم يسجل رغم متابعة غليرمو. ستعرج بأبناء الأكاديمية نحو التصدي لوليد حاسبي لأن الركلات ترجيح فيها توفيق كبير. وضع يونس آخر راس على يمين الحارس غليرمو ألونسو. رغم المتابعة، رغم المتابعة وسط طبعا سعادة نقطة البداية إلى نقطة الانطلاقة. غونسالو غارسيا أمامك يا وليد، وليد يا غونسالو، ولتكون بعيدة وليد، يتصدى وتدخل، يتصدى وتدخل، كان يحصل عليها وليد، كان مركز، كان مركز وليد، لكن مرت من تحت الأيدي لتسكن مرمى حاسبي وتعلن عن هدف آخر لمصلحة نادي الريال بالعلامة الكاملة. 4 أهداف، 4 مرات وصل لمرمى وليد. الآن كرة ستتحول إلى أكاديمية، سيسجل أيوب، أيوب الحمامي، أيوب يسجل، نعم على يسار غليرمو، يسجل على يسار غليرمو. ما يا وليد، هي الكرة الأخيرة يا وليد حاسبي، هي الكرة يا وليد. أكيد المشجع المغربي يقول أرجوك يا وليد، أرجوك يا وليد، تصدى الأهداف يا وليد حاسبي. لكن في سيناريو آخر الكرة قد تكون بعيدة عن المرمى، الكرة قد تكون أيضا بعيدة عن المرمى لمصلحة ريال مدريد. مارتين، ماريو وليد، ماريو بعيدة، ماريو في الشباك، نعم في الشباك، ريال مدريد رسميا إلى الفاينل. إلى دم وداع رائع، عادوا من بعيد، عادلوا الأمور، خرجوا بركلات الترجيح أمام حامل لقب نسخة 2017 في مباراة كان شب أوفر لأبناء الأكاديمية في أول حضور، الوصول للسيمي فاينل والخسارة بركلات الترجيح.
كورة وضع بطريقة جميلة في مرمى وليد، تنتهي المباراة. مبروك لعشاق المريقي، حد أوفر لعشاق وانصار الأكاديمية، أكاديمية محمد السادس تحت لواء الأشبال. أنتقل الآن صوتا وصورة لزميل سعود غانم. سعود غانم، حد أوفر للأكاديمية، ألف مليون مبروك لعشاق المرينجي.